الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا يا سيدي. بيقول لك شيكابالا هذا الرمز والاسطوره الحيه لدى جماهير نادي الزمالك واللي ما فازش باي بطوله افريقيه وهو في الملعب. يعني شيكابالا كان في سنه 2002 ما كانش موجود في القائمه اصلا بالمناسبه، عشان البعض من الكذابين الافاقين عايزين يعني يكسبوا شيكابالا اي بطوله قبل ما يبطل كوره، فبيقول لك شيكابالا كان في قائمه الزمالك لما كسب دوري ابطال افريقيا في بدايه الالفيه الجديده، ولكن شيكابالا ما كانش مقيد افريقيا. شيكابالا حتى بطوله الكونفدراليه الافريقيه لما كسبها الزمالك ما كانش موجود في ال 11 اللي كانوا بيلعبوا في المباراه. لكن شيكابالا بيقول لك بعد الهدف، هدف الفوز او هدف التقدم على نادي الليكتل تشادي في ذهاب دور ال 64 من بطوله دوري ابطال افريقيا، يمني النفس ان يفوز بهذه البطوله عشان يعني تبقى خير ختام للاباتشي في كره القدم المصريه والافريقيه، والراجل عنده امل يلعب كاس عالم للانديه قبل ما يبطل. اعتقد ان شيكابالا ممكن يلعب لحد سن 70-80 سنه تقريبا. طيب الاخ اسلام كاذب، معرفش ليه البعض لسه لحد النهارده جوزيه عامل لهم حرقان. والله في مجموعه من الجماهير في الانديه المنافسه يظل الاسطوره مانويل جوزيه لحد النهارده. شوف جوزيه مبطل تدريب مع النادي الاهلي بقاله تقريبا 11 سنه 10 سنين تقريبا، وبالرغم من ده ما زال هناك بعض اشباه الصحفيين واشباه الاعلاميين دايما يطلعوا يتكلموا بشكل مش كويس على الاسطوره مانويل جوزيه. قال لك جوزيه مش مقنع بالنسبه لي لانه فشل مع الانديه والمنتخبات اللي مسكها بعد ما مشي من الاهلي وما عملش اي انجاز. جوزيه مدرب تعبان. انا بس هستعير جمله شهيره لاحد رؤساء الانديه مؤخرا دايما بيقولها لجمهوره، وانت مال الحاجه الوالده يعني خليك في حالك، خليك في ناديك، خليك في رئيس ناديك اللي كل يوم يطلع يقول لك انت مال امك، عادي جدا خليك في ناديك، بلاش ملكش دعوه بمانويل جوزيه او غير مانويل جوزيه. تعال نروح للخرم تونس برضه. خرم تونس قال لك هي فين الصفقات بتاعتك يا خطيب؟ الصفقات راحت فين؟ فين مجلس الخطيب واللي قعدوا يقولوا لنا هنجيب صفقات وضحكوا على الجمهور وراحوا اتعاقدوا مع لعيب برازيلي اقل من اي لاعب مصري وارقامه تعبانه ومعيشين الجماهير في مؤامره ومعيشين الجماهير في الوهم ومعيشين الجماهير مش عارف ايه. برضو هرد عليك رد واضح وصريح، رد مقنع للجميع، واعتقد بيتقال قدامك لما بتطلع في احدى القنوات وانت مليور مظر. عادي جدا عادي جدا، كل مصر خدت على الكلمة دي، عادي. انت مالك انت؟ احنا كجمهور للنادي الاهلي وعاشقين للنادي الاهلي واثقين تمام الثقة في محمود الخطيب، عارفين اللي بيحاج ضد النادي الاهلي، عارفين ان كل ما الاهلي بيخلص صفقة بيجي تليفون لرئيس النادي اللي هيخلص الصفقة مع النادي الاهلي ورئيس النادي ده يجيب ورا. فاحنا مالكش دعوة، خليك في حالك، خليك في الميكروباص اللي انت بتطلع فيه كل اسبوع تتهان تتهزق مش مشكلة، لكن ما تربطش اسمك باسم النادي الاهلي لانك عار ونقطة سودة في تاريخ النادي الاهلي ان واحد شبهك ارتدى تيشيرت النادي الاهلي. كلامي هنا عن الخرم تونس. واحد من اللاعبين اللي ارتدوا تيشيرت النادي الاهلي وارتدوا تيشيرت نادي الزمالك، ولكن بحترمه جدا، بحترمه لانه انسان محترم، انسان عيني مش مكسورة، مش زي الخرم تونس ولا الحرامي مقشة ولا الناس دي. كابتن ابراهيم سعيد، كابتن ابراهيم سعيد اللي كان له رد فعل محترم جدا بعد تصريحات المتحدث الرسمي محمد مختار، المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر، واللي اكد ان النادي الاهلي سلم كل الاموال والمتعلقات والتبرعات والهدايا
بتاعه المستشار تركي آل الشيخ لصندوق تحيا مصر الاهلي ابرأ ذمته تماما. طلع ابراهيم سعيد تعليقا على تصريحاته ورد رئيس احد الانديه عليه، قال ان المفروض ان المتحدث الرسمي لصندوق تحيا مصر مسؤول كبير في الدوله، ازاي شخص غير مسؤول وواخد اكبر من حجمه يطلع على الهواء قدام المشاهدين ويقول له يا ولد ويا عيل يا كذاب. الكلام ده بيقلل من هيبه الدوله المصريه داخليا وخارجيا. كل التقدير والاحترام لاجهزه الدوله المصريه، ده واجب على الجميع. اعتقد ان بعد الكلام ده والكلام اللي اتقال امبارح عن المتحدث الرسمي الممثل لصندوق سيادي بحجم صندوق تحيا مصر، الكرة في ملعب رئاسة الجمهورية، الكرة في ملعب صندوق تحيا مصر، اللي تم الإساءة ليه، اللي تم التجاوز في حقه، الراجل اللي قال أنا متحدث رسمي عن صندوق تحيا مصر مع الأستاذ أحمد موسى، اتخاذ أي إجراءات تبقى طرفكم أنتوا. اللي تم التجاوز في حقه هو متحدث رسمي عن صندوق سيادي يمثل الدولة المصرية المحترمة، وكلنا ثقة في هذا الصندوق وعلى كل المسؤولين على إدارته. لكن الموضوع ملوش علاقة بالنادي الأهلي، الموضوع في كور في ملعب زي ما قلت صندوق تحيا مصر. واحد من أهم نجوم ورموز نادي الزمالك على الإطلاق كابتن هشام يكا. يا جماعة بصوا، عشان بس البعض اللي بيتكلم، خلي بالك نادي الأهلي بيتعامل بمنتهى الاحترام والرقي مع رموز نادي الزمالك. قناة النادي الأهلي بتستضيف رموز نادي الزمالك المحترمة، ومع هذا بتجد البعض يقلل من النادي الأهلي أو رموز النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي. كابتن هشام يكا كان قالك أنا ظهرت في قناة الأهلي، وظهوري في قناة النادي الأهلي أكبر دليل على الاحترام للمنافس. قالك لما يقابلك رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب وأعضاء النادي الأهلي ويكرموك وانت منافس ليهم، ده أكبر دليل على الاحترام. النادي الأهلي عارف قيمة هشام يكن اللي كان بيلعب قصاده. كابتن هشام، دي مبادئ النادي الأهلي يا كابتن هشام، سواء كان اللي بنستقبله في نادينا العظيم هشام يكن او غير هشام يكن، دي قيمة النادي الاهلي. نادي الاهلي دايما فاتح ابوابه للكل بس المحترمين. اي شخص محترم ستجد من الاهلي ورموز وادارة وجماهير واعضاء النادي الاهلي كل الترحاب لاي شخص محترم، حتى لو كان منافس، حتى لو كان جايب فيه جول في اعظم بطولة وكسب مني اعظم بطولة، هو ده النادي الاهلي. لكن تقل أدبك عليا، تتجاوز في حقي، عمري ما همد إيدي ليك. شوفوا حسن شحاتة كيف استقبل النادي الأهلي كابتن حسن شحاتة العظيم. هل النهاردة كابتن حسن شحاتة وهو في النادي الأهلي ويتم استقباله، لو راح ناديه هيتم استقباله بنفس الاستقبال؟ ما عرفش. هل النهاردة لو راح واحد من نجوم النادي الأهلي زي كابتن شوبير راح نادي الزمالك، هل هيتم استقبال شوبير بنفس الترحاب اللي لقاه عظيم الكرة المصرية كابتن حسن شحاتة في النادي الأهلي؟ ما أعتقدش. تعال نروح لفضيحة جديدة في 99 عقبة واللي منها. عايز أقول لك في موقع عالمي في لاعب جديد في أحد الأندية المنافسة، لعيب إفريقي. اللاعب ده يا جماعة مزور في السن بتاعه، كلكم عارفين البلاد الأفريقية بيبقى فيه تسنين عندهم، يعني بيستنى 4-5-6 سنين على ما العيل يقف على رجله بتاعه ده يدقله الشهادة بتاعته. فهذا اللاعب هو موجود ان هو مواليد 2000-2001، لكن في الحقيقة عمره الحقيقي 26 سنة. يعني هو متأيد على أساس أنه هو عنده 21 سنة لكن سنه الحقيقي 26 سنة. ده الجزء الأول. الجزء الثاني، عشان البعض اللي بيتكلم أصل الأهلي بيضحك عليه في التعاقدات وكده، عايز أقولك أن اللاعب ده
اتعرض على النادي الاهلي ب 400,000 دولار. الاهلي وفيوتشر اتعرض عليهم اللاعب ده ب 400,000 دولار والاهلي رفض وفيوتشر رفض. ليه؟ لان قيمه اللاعب الفنيه مش قد كده، ما هوش لاعب مقنع يعني. اللاعب ده راح للنادي اللي بقول لك عليه ده بالرغم انه ب 400,000 دولار، لكن جابوه بمليون و 200,000 دولار عن طريق شركه تسويق برتغاليه. عن طريق ايه؟ شركه تسويق برتغاليه. وكم من مصيبه بتحصل عن طريق البرتغال. اللاعب بيبقى ب 10 قروش نجيبه عن شركه تسويق برتغاليه يبقى ب 200 قرش، نضرب احنا الفرق في جيبنا. اللاعب ده كان بياخد في الدوري اللي بيلعب فيه حوالي 100,000 دولار في السنه، كان بياخد حوالي 100,000 دولار. راح النادي ده هياخد 800,000 دولار، يعني 8 اضعاف الرقم اللي هو هياخده. طبعا الرقم ده هيبقى فيه سمسره وعمولات، هيبقى فيه سمسره وعمولات، لكن نطلع في الاخر نتريق ونقول اصل الاهلي بيضحك عليه، الاهلي مش عارف ادار مال عام، الاهلي وهكذا. الحل الوحيد للنادي الاهلي عشان يواجه التجاوزات اللي بتحصل، الحل الوحيد من وجهة نظري، اصل بص هتقعد تشتكي كتير والشكوى لغير الله مزلة، لا المجلس الاعلى هينفعك ولا غير المجلس الاعلى هينفعك، فحاجات كده ما ينفعش تاخدها غير بدراعك، من غير ما تشتم، من غير ما تقل ادبك، من غير ما تنزل للمستنقع ده. انت عندك قناة محترمة اسمها قناة النادي الاهلي، تقدر تجيب ضيوف في قناة النادي الاهلي تجيب لك حقك وانت حاطط رجل على رجل من غير اي اساءة، من غير اي تجاوز، من غير اي اساءة، من غير اي تجاوز. شوف المنافسين بتوع الطرف الاخر هاتهم عندك في القناة، افتح لهم البرامج، طلع ده ساعتين ده ساعة كل واحد يحكي. الناس ديت ممنوعة من الظهور في الاعلام، هاتهم انت زارهم يدوبك فيهم ثواب يا اخي، ويبقى ضربت عصفورين بحجر، هتلم لسانك وهتمسك عليك لسانك اهلا وسهلا. مش عارف تمسك عليك لسانك، انا هجيب لك اللي يخليك تمسك لسانك، ويبقى العين بالعين والسن بالسن، والبادي اظلم، والبادي اظلم. خلي بقى ساعتها بقى يطلع بقى المجلس الاعلى ساعتها يتحرك ويقول لك لا للتراشق ولا اللي مش عارف ايه، واللي عنده معزه يربطها، ساعتها بقى اللي عنده معزه يربطها. هتبقى انت طلعت الناس وظهرتهم وقالوا اللي عندهم وبعبعوا كل اللي جواهم واللي كاتمينه جواهم طلعوا، وفي نفس الوقت خليت الطرف الاخر سكتم بكتم. يبقى انت كسبت من ناحيتين، يبقى انت كسبت من ناحيتين. لكن هتفضل قناة الاهلي بالشكل ده، انا مش مستفيد من قناة الاهلي، مستفيدين من قناة الاهلي؟ مش مستفيدين. لكن لما اجيب ناس على خلاف مع الطرف الاخر واجيبهم واقول لهم تعالوا افتح لكم الهوا ساعه ساعتين، اطلع فضفض، اطلع فضفض، هعمل لك برنامج انا والنجوم وهواك، واطلع قول كل اللي في هواك بدون اي تجاوز. احنا عايزين بس نبين للناس التفاصيل، الكواليس، حق الرد مكفول للجميع. اطلعوا قولوا يا جماعه انتوا عايزين تقولوا ايه بدون اي تجاوز ولا قله ادب. ساعتها هتلاقي الناس اللي كانت نايمة وفي سبات عميق هتطلع مرة واحدة تقولك ايه اللي بيحصل، لا انتوا كده هتدخلونا على فتنة، وقفل هنا وقفل هنا، خلاص شكرا، هنقفل هنا وهنقفل هنا. يبقى انت كده حققت المراد، اعتقد ما عندكش حل تاني، ما عندكش حل تاني ولا ايه؟ قولوا لي رايكم يا جماعه في الكومنتات. ناس زعلانه من محمد صلاح بسبب البوست اللي عمله بخصوص الاخت اليزابيث. يا جماعه محمد صلاح اتعاملوا مع محمد صلاح على انه لاعب كوره، محمد صلاح لا سفير لمصر ولا راجل سياسه ولا داعيه ولا راجل دين ولا هو قدوه دينيه، هو مجرد لاعب، هو بيتعامل على انه لاعب. احنا ليه بنحط محمد صلاح في مكانه غير المكانه بتاعته؟ مع احترامي الكامل محمد صلاح النهارده نجم كوره كبير،
لا اكتر ولا اقل، نجم عالمي كبير في مجال كرة القدم. محمد صلاح مش دبلوماسي، محمد صلاح مش راجل سياسة، محمد صلاح مش راجل دين، واخد بالك؟ اللي عمله صلاح قد يراه البعض خطأ. ازاي تعمل كده والست دي كانت محتلة بلدنا وكانوا عاملين في بلدنا والتل الكبير والكلام ده كله؟ حقك، لكن انا بقول لك محمد صلاح ما تتعاملش معاه لانه شيخ، ما تتعاملش معاه لانه راجل دين، ما تتعاملش معاه لانه راجل دبلوماسي او راجل سياسة، لا، تعامل معاه حطه في وضعه الطبيعي انه راجل كورة بس يخطئ ويصيب. لكن الناس قلبه على محمد صلاح كأن محمد صلاح كان رجل دين أو رجل سياسة. لا، محمد صلاح لا هو رجل دين ولا هو رجل سياسة ولا هو رجل داعية إسلامي ولا غير إسلامي، هو رجل بتاع كورة فقط. فما تحسبوش محمد صلاح على أنه بتاع أكتر من كده، يعني هو بس فخر لينا في كرة القدم أو الرياضة عموما. خلصت أخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل ورقكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم.